من هو إبراهيم بدر؟ إبراهيم بدر هو صحفي وإنسان في نفس الوقت. الآن أنا بشتغل مذيع أخبار في قناة العربية من سنتين ونص. قبل هيك كنت كمان مذيع أخبار في قناة ميدي وان تي في في المغرب لسبع سنوات، وقبلها اشتغلت كمان رئيس تحرير في مركز الأخبار في تلفزيون البحرين، وقبل هيك انطلاقتي كانت من التلفزيون الأردني. هذا في الجانب المهني. أما في الجانب الإنساني فأنا رب عائلة، متزوج من 17 سنة، عندي 4 شباب، هم الآن يعني ثروتي وهم محط اهتمامي، وبتمنى أنه في هذا الزمن الصعب أستطيع أتفهمهم وإني أقدر يعني أساعدهم وفي شق طريقهم، لأنه الزمن هذا بيختلف عن زمننا كثير. لماذا قررت ترك الأردن والعيش في دبي؟ أول شيء لما تركت الأردن ما رحت على دبي، أنا تركت الأردن بالصدفة. كنت شغال في دوامي، إجاني اتصال هاتفي من الزميل والصديق ألفريد عصفور، كان هو مكلف في موضوع إنشاء مركز أخبار في تلفزيون البحرين، وحكى لي بتحب تيجي تشتغل معنا. فعجبتني الفكرة وحكيت ليش لا أبدأ أجرب، أنا ما سعيت الموضوع، لكن كانت تجربة جميلة. وبدأ الاقتراب تقريبا بعد هذه التجربة، بعد هذا الاتصال من الزميل ألفريد. من يملك حظوظا في العمل الإعلامي، الأنثى أم الذكر؟ يعني هذا سؤال في مطب، لكن الأنثى ممكن جمالها ووضعها أنه يسمح لها تدخل للمجال، لكن إذا ما كان عندها الإمكانيات ما راح تستمر. الرجل مهمته أصعب، لازم يثبت نفسه، لكن في النهاية المهنية هي اللي تحدد، يعني خصوصا في المحطات اللي بتحترم نفسها دائما المهنية هي المعيار بغض النظر عن الجنس ذكر أو أنثى. موقف حصل معك أثناء العمل ولن تنساه؟ والله حصل معي موقف في المغرب، كنت بقرأ في نشرة أخبار، وكان في تنفيذ حكم قضائي على وزير في مصر، أعتقد اسمه أحمد نظيف، فأنا حكيت أنه تم الحكم على أحمد نظيف بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنظيف، ما حكيتش مع وقف التنفيذ، فالمصور مات من الضحك، وصارت مشكلتي أنه كيف أسيطر على حالي وما أضحك، يعني أنا غلطت وربنا ستر ومشيت الأمور. كم كان أول راتب تقاضيته؟ ضروري الفضائح يعني يمكن 250 دولار. أيهما أهم برأيك، العمل الإعلامي أمام الكاميرا أم خلفها؟ هو الإعلام الحقيقي دائما بينفذون الناس خلف الكاميرات، كل الفريق بيشتغل خلف الكاميرا والمنتج بيقدمه شخص، حقيقة ممكن المحظوظ هو اللي بيكون بيقدم العمل، لكن من يقف أمام الكاميرا لا يستطيع فعل شيء بدون الجنود اللي بيشتغلوا وراء الكاميرا، فهو أنا بعتقد أنه هم 2 بيكملوا بعض، ما في واحد أهم من الثاني. لمن تقول شكرا؟ بحكي شكرا لشخصين، أستاذ عبد الحليم عربيات، هو كان أول مدير أخبار اشتغلت معه، والسيدة زاهي عناب أول مديرة برامج اشتغلت معها، تعلمت منهم كثير وأعطوني فرص كثير وغلطت معهم كثير وتحملوني كثير، فبالتالي بحكي لهم شكراً الآن والله يطول عمرهم، وأتمنى يكونوا بسمعوني لأنه لهم حق كبير علي. بكلمات، ماذا تعني لك العائلة؟ العائلة هي رقم واحد في حياتي. الروتين؟ بكره الروتين. الكنافة؟ بحبها لكن مضرة. الثورات العربية؟ واقع مرير. ماذا تقول لمتابعيك؟ متابعي بحكي لهم الله يعينكم على كشرتي، لأنه أنا ما بضحك بالأخبار كتير أبداً، دائماً مكشر، والسبب أنه أخبارنا للأسف ما فيها شيء في هاي الأيام بسعد. أتمنى أنه واقعنا يتغير، أتمنى أنه الأجيال القادمة تعيش السعادة، تعيش الفرح، تعيش الأمان والأمن قريبا، لأنه إحنا جد تعبنا، ونتمنى نعيش زي باقي الدول الثانية اللي ممكن يكون
أول عنوان في نشرتهم عن قطة. شكرا حبيبي.